السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على القناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناة كل الأحبة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غنقدم لكم وصفة كيفاش تصنعوا شامبون طبيعي. كتعرفوا أن الشامبوانات فيها مواد كيماوية خطيرة، وجميع الناس كيعرفوا أن الشامبان هو مصنوع من مشتقات البترول، يعني السلفات والبارابين والسيليكون، وهي مادة خطيرة خطيرة على الشعر، كتسبب السرطان. وجميع العلماء ديال الاعشاب او جميع ديال العلماء باكملهم كيحذروا من هاد الشامبانات، والناس في الدول الغربيه راهم حبسوا من هاد الشامبانات هذه. وحنا راه واخا كتشوفوا مثلا هاد زوجة ديال قريعه ديال الشامبان كيكونوا فيها اللحقه، واضعين فيها مواد طبيعيه او خزامه او بيض او هذه، فهذا فقط اشهار وليس حقيقه. فالشامبون واخا تاخذي حتى ب1000 درهم فهو مصنوع من مشتقات البترول، وواحد المواد ديالو خطيره خطيره جدا، كتسبب السرطان. وكيف كنقول لكم لانه فيه مواد خطيره كتسبب السرطان، وخصوصا للصغار، يعني راه مواد اللي هي خطيره جدا. وانا غنعطيكم احسن البدائل كيف كانوا الناس ديال زمان كيديروا. غنقدم لكم واحد المنتجات، واحد الاعشاب، واحد الخليطه، واحد التخليطه اللي رائعه رائعه جدا، متوفره عند العطارين، متوفره جميع البلدان، وهي سهله وكتعطيكم واحد النتيجه رائعه. وفوق هذا الشيء كلشي كتكون فيه واحد توقف ديال التساقط، تقويه الشعر، علاج الثعلبه، تطويل الشعر. هاد المكونات كلها كيف قلت لكم متواجده، وكتعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه للشعر. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، نعطيكم المقادير ديال الوصفه وطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غنحتاجوا فيها كيف كتشوفوا معايا، انا فرقت لكم هاد الاعشاب وهي ما مطحوناش، باش جميع الناس المتتبعين الجزائريين العرب كلهم اللي متتبعين معايا ولا من دول الخليج كلهم يعرفوا هاد الاعشاب وشنا هي الاسماء ديالها. وقبل ما تطحن، حيت انا لا طحنتها وقدمتها بحال هكا، تقدر تمشي عند العطار وما تعرفوش الشكل ديالها. المهم العشبه الاولى هنايا اللي هو السدر. السدر هو معروف وكان معروف في الطب النبوي من زمان، وكيف قلت لكم دائما ان السدر فهو فيه واحد الماده غلاميه كدير الصابون، يعني كترغوي وكتنقي وكتقتل البكتيريا، وكانوا كيتغسلوا به الناس ديال زمان مع اهل الفراعنه، والناس كيغسلوا به الاموات وكيحنطوا به لانه كيقضي على البكتيريا وكينقي. وعندي هنا الغسول غني على التعريف، وهذا غسول نسقي ومعروف حتى هويا، الغسول المغربي اللي هو الطين الخاص بالشعر، لان هناك جوج الانواع ديال الطين. المغربي هذا الطين خاص بالشعر، والطين الابيض او الاخضر فهو خاص للوجه او للجسم. والعشبة الثالثة اللي هي مهمة ومعروفة من زمان زمان زمان، وكانت معروفة في المغرب لأنها كانت كتستعمل لتنظيف الملابس، وكانت كتستعمل لتنظيف الشعر من أيامات زمان، وكانوا كيتغسل بها حتى الجلد اللي كانوا كيصوبوا به الناس ديال زمان، كانوا كيقضوا فيها الجلد ديال الحيوانات اللي كيغسلوها وكينقيوه باش يستعملوه للأحذية أو للحقائب. هاد العشبة هي تيغيش كيف كتشوفوا معايا، أو الصابونية، معروفة باسم الصابونية، وهي بتيغيشت المغرب. انا هاد المكونات هادي بثلاثه طحنتها طحن ناعم، ها هي تغيشت مطحونه جيدا. وعندي هنايا السدر حتى هو مطحون جيدا او مدقوق، المهم يكون الطحن ديالو ناعم. وعندي هنايا الغسول. هاد المكونات هادو بثلاثه غادي نجمعهم قرعه زجاجيه كيف كتشوفوا معايا. غنحاول نبعد الكاميرا باش يبان لكم كلشي على عينكم. كيف غتشوفوا معايا انا غناخذ واحد القرعه ديال الزجاج بحال هكا، تقدروا تستعملوا حتى قرعه ديال البلاستيك اللي ما كتوفرش عندها الزجاج. انا هذه القرعه ديال الزجاج غنحطها في الثلاجه باش نستعمله جوج المرات في الاسبوع على حسب شحال من غسله في الاسبوع. غادي ناخذها وندير لها واحد هذا الدواز كي كنقولوا ليه، او القمع، كيف كتشوفوا معايا. نتمنى انها تكون باينه لكم واضحه الصوره. غادي نضيف فيه جوج ملاعق من غسول
تبعوا معايا البنات الوصفه. يعني جوج ملاعق كبار ديال الغسول، وعندي هنا جوج ملاعق صغار ديال السدر مطحون، وعندي هنايا جوج ملاعق صغار ديال تيغيشت او الصابونيه. نحاول نملء الملاعق جيدا. من بعد ما خلطت هاد المكونات بثلاثه كيف كتشوفوا معايا ها همايا، غادي نضيف لهم نصف كاس من الماء طايب، يكون الماء سخون جيدا باش نجيب الماء ونرجعو. عندي هنايا البنات كاس غير ممتلئ بحال الكاس ديال العنبه ديال الماء يكون طايب. غادي نضيف واحد نضيفو كله بحال هكايا، غادي ندير واحد القمقم باش يتكبش لينا بحال هكا. وهانتوما حصلتو غادي تحصلو على شامبان طبيعي. غنحاول نخلط هكايا على الاقل واحد خمسة ديال الدقائق. وبالنسبه للرائحه راه ما كتكونش فيه الرائحه، وتقدروا يا البنات تزيدوا فيه هذا سميتو الرائحه ديال الخزامه او رائحه ديال الورد الا كانت عندكم، هذاك اللي كيكونوا في قريعات صغار هذوك ديال الروح ديال الخزامه او لا روح ديال الورد او لا اي رائحه تقدروا تقطروه فيه وتخلطوه، راه كيعطي واحد الرائحه زوينه. وفي نفس الوقت راه كيكون بالنسبه لهذاك الروح ديال الخزامه تيكون كيقتل هذاك القمل اللي كيكون في الشعر، وكيمنع ان ينتقل ما بين الاطفال خصوصا في المدارس. نخلطوا هذا الخليط جيدا بحال هكا بحال هكا البنات، غادي يجيكم ساهل. غادي نخلطوا انا جيدا وغادي نتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش يجي. هانتوما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما سالت التخليط ديالو، هانتوما كتشوفوا كيجي، هانتوما شوفوا. وحاولوا انكم تكثروا تفوت تيغيشت تكون اكثر من الغسول، تقدروا ديروا فقط ملعقه ديال الغسول مع، حيت انايا من بعد زدت تيغيشت باش يرغوي، يعني يكون الكميه ديال تيغيشت والسدر اكثر من الغسول. انا غنخويه لكم باش تشوفوا كيجي، هانتوما شوفوا الرغوه، ها الرغوه واقفه هنايا يعني ما هودات. هانتوما ها هي الرغوه داخل القرعه، ها هي شفتو داخل القاروره، شفتوها كي كتجي. وها هو الخليط، كيف قلت لكم تقدروا ديروا اي رائحه، رائحه الخزامه او رائحه الحامض او رائحه ديال الورد، اي رائحه. ها نتوما كتشوفوا الخليط كي كيجي مرغوي، تقدروا تستعملوه على شعركم. هاد الخليط تقدروا تحتفظوا به اسبوع في الثلاجه، تقدروا تستعملوا منه. وحاولوا انكم تخرجوها قبل ما تدوشوا، تخرجوها باش ما يجيش المحلول شويه بارد، تقدروا تخرجوها من الثلاجه بنصف ساعه باش يسخ يدفى شويه، وتستعملوها لشعركم جوج مرات في الاسبوع. يعني ديروا كميه راه غادي تكفيكم فقط في الاسبوع، وهذه الكميه غتقدر تكفيكم في الاسبوع. هذه الكميه اللي درتو كي قلت لكم تيغيشت والسدر يكونوا فايتين الكونتيتي ديال هذا ديال الغسول. هانتوما كتشوفوا، وهذا افضل علاج للقمل او الثعلبه، كطول الشعر. كل حاجه عندها المزايا ديالها هنايا، كل حاجه والفوائد ديالها. ما حسك الا خلطتي هاد المكونات بثلاثه، نتوما كتشوفوا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد. بالنسبه للبنات الجداد كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، ما تنساوش انكم تدعموا القناه باللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. وبالنسبه للبنات الجداد كيف نقول لكم مرحبا، واي تساؤلات خليو لي تعليق صندوق في التعليقات وانا غنجاوب. وبالنسبه للمقادير غنخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف.
وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.